أكبر وحدات الجولدن جلوبز بنسخة 81 لا زال حديث الناس، والحدث اللي انطلق من هنا بالتحديد حمل الكثير من المفاجآت واللحظات المؤثرة. ما بين اللي حلفهم الحظ واللي ما حلف، اختلطت المشاعر بين كل المرشحين واللي راح يتابعون كل هذه اللحظات خلال الحلقة. ولكن في البداية راح نكون مع الريد كاربت اللي مر عليها أهم النجوم. ليوناردو دي كابريو عدى من ورانا، ليديز اند جنتلمان. روبرت داوني جونيور شخصيا ورانا، ايرون مان، بيدرو باسكال، جول، اوبرن مارتيل يمشي ورانا بالضبط. ريس ويذرسبون موجودة، هاي سارة سنوك من سكسيشن، جيريد ليتو جست باست باي، هذا واحد من النجوم اللي مروا من السجادة الأحمر اليوم أجواء، كريستوفر نولان على بعد متر واحد مني، بس كريستوفر نولان يمر من وراي يا جماعة أنا ما مصدق نفسي. مثل ما هو واضح كان حماسنا كبير للقاء نجوم هوليوود على الريد كاربت في الجولدن جلوبز. إيما ستون ladies and gentlemen، جينيفر لورنس is here، جي لو in a pink dress، مارتن سكورسيزي موجود هناك جنبنا، مخرجك المفضل صح؟ وأيضا من بين الوجوه المفضلة واللي رصدتها كاميرتنا أوبرا وينفري. أوبرا وينفري ladies and gentlemen، أوبرا she's also هي بعد لابسة فستان purple، والpurple كان أيضا خيار هيلين ميرن اللي حضرت كمنافسة ضمن فئة أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني عن عملها 1923. ومن البيربل إلى الأحمر اللي سيطر على إطلالات الكثير مثل سيلينا غوميز، جوليان مور، فلورنس بيو وآيو إدابيري. طبعاً اللون الأسود هو دائماً الخيار السيف والكلاسيك للعديد من النجوم، ولكن بلمسة خاصة. فمثلاً ميريل ستريب اختارت سباركلي لوك، أما دوا ليبا فطلت بفايولين دراس، والفلفت كان خيار كل من جينيفر لورنس وأنجلا باسات. لأول مرة في الجولدن جلوبز تجي تايلور سويفت عن فئة مرشحة فيها، وهي فئة جديدة. شايف الزحمة كيف يعني؟ ولكن رغم الزحمة قدرنا نلتقي بعدد من النجوم المشاركين، والبداية كانت مع مقدم الحفل جو كوي اللي اختير لأول مرة كهوست للجولدن جلوبز. They informed you that you're gonna host 10 days before the Globes, isn't that? Yeah, about 10 days before the Globes. They were like, you need to write a monologue. So that's what I've been doing. I haven't slept. I've been up all night just writing. And not sleeping. I haven't slept, literally. I've been up this whole time. ورغم التعب قدر جو كوي يسلي ويضحك الحضور خلال أدائه للمونولوج على المسرح. Then they asked me if I saw every movie and every TV show, and then I said yes. I lied. وهالليلة ما كانت مميزة بس لجو كوي بسبب مشاركته كهوست، فكونه كوميدي كان سعيد جدا بإدخال فئة جديدة ضمن المنافسة هذه السنة، وهي البست ستاند اب كوميدي اون تي في، واللي برغم التوقعات الكبيرة بفوز واندا سكاي إلا أن الحظ للأسف ما حالفها. This is a brand new category. How do you feel being nominated in this category? I am super excited. Finally, you know, they invited the clowns to the dance. The clowns made it to the big show. وأيضا من بين اللي قدروا أنهم يوصلون للمنافسة ضمن ثلاث فئات هذه السنة بالجولدن جلوبز هم صناع فيلم سبايدرمان أكروس سبايدرفيرس، ورغم الهاي إكسبكتيشن إلا أنهم للأسف ما حصدوا ولا جائزة. I feel blessed and highly favored. You know, I feel excited. Do you have any expectation of who's gonna win if any of the categories? I know Spider-Verse is gonna win. Yeah. ونفس التفاؤل كان حاضر من ألمانيا مع كريستيان فردال بطل فيلم The Zone of Interest واللي كان مرشح ضمن ثلاث فئات، ورغم عدم فوزه إلا أنه مجرد دخول الفيلم للمنافسة كان كافي لصناع الفيلم. I'm really thrilled and excited to be here and it's great that our film is recognized and celebrated in a way with these nominations and it's celebrating films here and it's great to be here. I'm really happy.